طوال فترة وجودنا بسجن تدمر طبعا عادة عن فترة التحقيق. فترة التحقيق كل الناس تتعرض للتعذيب بغرض واحد وهو انتزاع معلومات، انتزاع اعترافات. لكن بعد فترة التحقيق اللي يفترض أنه انتهى خلاص، هذا الإنسان أعطى ما لديه. ولكن بسجن تدمر كان كل شيء بالحياة اليومية هو تعذيب. يويلك ما تكذب ولا. عندما تستلم الطعام تعذيب، عندما تذهب إلى الحمام تعذيب، أي نشاط من الأنشطة اللي هن يجبروك على القيام بها هو تعذيب. فالتعذيب دائم وهو رمز لسجن تدمر. أثناء السجن أنا تعرضت إلى 3 كسور في جسدي، كسرين بالقدمين وكسر في اليد، عدا عن إصابة بالعمود الفقري. إصابة استدعت أن أجري عمليتين جراحيتين بعد ما طلعت من السجن. هناك ناس مرضوا، هناك ناس أقدموا على الانتحار، كان قدرتهم على تحمل العذاب اليومي محدودة. هناك ناس أيضا قاوموا وصمدوا وكان في عندهم آلية مقاومة. بمجرد أن يعرف الإنسان أنه الدكتاتور عنده هدف هو تحطيمه أو إيصاله إلى مرحلة اليأس من الحياة، دفعه للانتحار، دفعه إلى الجنون، تتولد آلية مقاومة ذاتية داخلية. يعني هذا كان يساعد السجناء كثيرا على تحمل المعاناة اليومية والعذاب اليومي. من خلال تجربتي أنا باحتكاكي مع يعني عينات من الغربيين الأوروبيين تحديدا، يعني أنا احتكيت معهم، يعني مهما حاولنا أن نشرح ما كان يجري في سوريا وما يجري، ما عنده قدرة، ما في آلية بذهنه قادرة على تفهم واستيعاب وتصور ما كان يجري.